ذو اللحية الزرقاء، حكاية من التراث الفرنسي. كان يا مكان في قديم الزمان، في إحدى المدن الفرنسية عاش رجل نبيل. كان غنيا وصاحب نفوذ في المنطقة، وكان يحيا حياة مرفهة إلى حد البذخ، حيث يتناول الطعام في أطباق من ذهب وفضة. كان اسم هذا النبيل ذا اللحية الزرقاء. لماذا سمي هكذا؟ لأن لحيته كانت زرقاء، وقد تركت هذه اللحية على وجهه أثرا يميل إلى الأسى والغرابة. لم يكن اللون الأزرق للحيته غريبا فحسب، وإنما تصرفه أيضا كان غريبا هو الآخر. فقد تزوج 6 مرات ولا يعلم أحد ماذا حل بزوجاته السابقات. لقد اختفين واحدة بعد الأخرى كالدخان في يوم عاصف. وفي يوم من الأيام ركب ذو اللحية الزرقاء عربة وذهب لزيارة صديق له. ذو اللحية الزرقاء، بسرعة ادخلوا إلى البيت بسرعة، يقولون بأنه قد قتل زوجاته وكلهن. لقد أشيع بأن صاحب اللحية الزرقاء يبحث عن زوجة سابعة، وهذا الخبر أرعب عذراوات المدينة. نعم، كما أشيع إن صاحب اللحية الزرقاء يبحث بالفعل عن زوجة سابعة. بنظرات مليئة بالشك والريبة شيع ذو اللحية الزرقاء الفتاة الجميلة صوفي، ودعا ذو اللحية الزرقاء صوفي وعائلتها لزيارة قصره وقضاء 4 أيام هناك. وبقلب مفتوح استقبل صوفي. أمر غريب، لقد مال قلب الفتاة إليه متناسية لحيته الزرقاء والإشاعات التي حيكت حوله. وهكذا تخطت صوفي إرادة أسرتها وتزوجت ذا اللحية الزرقاء. كان هنالك شك واحد في قلب صوفي، ولكن الحب والسعادة التي أحيطت بها طوال 2 شهر أنستها ذلك. وفي يوم من الأيام ودع صوفي قائلا: إذا شعرت بالضجر أثناء غيابي اطلبي من إخوتك وأخواتك أن يأتوا إلى هنا. حاضر. يمكنك التجول في القصر يا عزيزتي صوفي. إليك المفاتيح، ها هي خذيها. حسنا. وأضاف ذو اللحية الزرقاء قائلا: بالمناسبة يمكنك فتح جميع الغرف عدا الغرفة الصغيرة، وإذا أردت أن تعيشي معي بسعادة فلا تفتح الغرفة الصغيرة. وفي الحال أرسل صوفي إلى بيت أهلها تطلب من إخوتها المجيء لزيارتها. لقد تأخر مجيء إخوتي. واستعاد صوفي ما قاله لها ذو اللحية الزرقاء قبل مغادرته القصر. افتحي جميع الغرف عدا الغرفة الصغيرة، مفهوم؟ هذا ما كان يقلق صوفي. لماذا يا ترى؟ لأن كل ما هو ممنوع مرغوب. وأخذ صوفي المفاتيح بيديها وفكرت. ما هذا؟ مكان مخيف. يا إلهي، ما هذا؟ لقد أكد ذو اللحية الزرقاء على صوفي عدم فتح الغرفة الصغيرة، لذلك ارتعش جسمها من شدة البرد والخوف، ولم تستطع مقاومة الرغبة الخفية في رؤية ما في داخل الغرفة. لا تفتح الغرفة الصغيرة، لا تفتح الغرفة الصغيرة. ولم يصل صوت ذي اللحية الزرقاء إلى صوفي،
لا شك أنهن الزوجات السابقات لذي اللحية الزرقاء. لسبب ما عاد ذو اللحية الزرقاء إلى البيت فجأة. أريني المفاتيح. كلا. أريني المفاتيح. كلا. أخرجيها. حسنا. بسرعة. حسنا. لماذا يوجد دم على هذه المفاتيح؟ لا أدري، لا أدري. إذن لقد دخلت الغرفة الصغيرة، أليس كذلك؟ قولي لي هيا. كلا، لم أفعل ذلك. لقد كشفت سري. لماذا؟ حسنا، إذا رغبت برؤية هذه الغرفة سأضعك هناك مع بقية النساء الفضوليات. أرجوك سامحني، أعدك بإطاعة أوامرك، لن أخبر أحدا. أرجوك. لا، لن أصدقك. ها؟ لقد وضعت نهايتك بيدك. انتظر لحظة، أرجوك اسمح لي بخمس دقائق أصلي بها، أرجوك. حسناً، لن أنتظر أكثر من ذلك. لقد طلب صوفي من ربها أن يعجل بقدوم إخوتها، ودعت من أعماق قلبها المغفرة من الله عز وجل، واستمرت تدعو الله بالمساعدة. بسرعة، يا رب ساعدني. ولكن الوقت قد انتهى. هيا يا صوفي، اسمح لي بالصلاة لخمس دقائق أخرى، أرجوك. لا، هذا يكفي. هيا استعدي للموت. يا إلهي، هذا جزاؤك. انتظر. من أنتم؟ أطلق سراحها في الحال، كيف تجرؤ على قتلها؟ إخوتي الأعزاء، ابتعد عني. خذ. حمدا لله.
لقد مات ذو اللحية الزرقاء. أما صوفي فكلما تتذكر هذه الحادثة يشتد قلبها في الخفقان، ومنذ ذلك اليوم قطعت على نفسها عهدا بأنها لن تكون فضولية أبدا.